هذا الفيديو مقدم إلى طلبة كلية الطب المرحلة الأولى، وهو يخص عظم الراديوس، أحد عظام أو العظم الثاني للفورآرم. أيضا ببداية الفيديو يجب أن نعرف بعض النقاط العامة اللي تخص الراديوس، واللي هي تخص الارتكيليشن سوبيريرلي وانفيريرلي. بالنسبة للراديوس سوبيريرلي، من النقاط المميزة إلى بالأبر إند هي وجود الديسكويد أو ديسك لايك، مرات يقولون سيلندريكال. كائنا ما يكون التعبير، هو يجب أن تعرف هذا الشكل اللي هو الشكل القرصي للراديوس، اللي هو ما موجود تقريبا ما موجود، يعني هو فد شيء كاركترستيك يخص الراديوس. هاي المنطقة هي اللي يسوي لي articulation ويا الكابيتال لم اوف ذا هيومرس. فنقول superiorly هو يكون على شكل superiorly يكون على شكل discoid او cylindrical head. هاي superiorly المنطقة اللي يسوي لي بها articulation ويا الكابيتال لم اوف ذا هيومرس. inferiorly it became massive، طبعا هنا نرو وهنا massive، تذكرون الرسم اللي رسمناه بالفيديو السابق مال الألنا وقلنا انه متعاكسات، فيكون بالكاربال سايد يكون ماسيف ان كيرفد تو فورم ذا ارتيكولار سيرفيس وذ ا كاربال بونز. طبعا كاربال بونز مو يعني مو كلهن، اثنين او ثلاثه من عندهن اللي هن بالبروكسيمال رو. من الـ ايضا من النقاط اللي تخص الوصف العام هي وجود من بعد الديسكويد هيد، هو الكونستريكشن، هذا الكونستريكشن اللي هو يمثل لي النيك اوف راديوس. من بعد الكونستريكشن او النيك تجيني منطقة خشنة اللي هي نسميها راديال تيبروسيتي، اللي تكون ميديالي دايركتد، يعني مطية وجهها المن من نقول ميديالي دايركتد، هاي اللي عليها القلم الجاف الازرق، نقول ميديالي دايركتد يعني متجهة لوين؟ نشوف الفرة مالتي متجهة ميديالي دايركتد towards the ulna، هاي الراديال تيبروسيتي مهمه جدا، لانه اذا سالنا سؤال وقال لك وين الهيد وين النك وين الشفت، شلون تقدر؟ هاي تعتبر مثل نقطه تفتيش عسكريه. شلون نقطه تفتيش؟ مثلا نقطه تفتيش لنفرض السماو اللي هي تعتبر كنقطه فاصله ما بين محافظه المثنى ومحافظه ذيقار، هاي هم نفس الشيء. الراديال تيبروسيتي تعتبر شنو؟ اللي قبلها بروكسيمالي هذا الهيد والنيك، واللي بعدها ديستالي يبدي الشافت، من بعد التيبروسيتي يبدي عد الشافت. طبعا الاسم الثاني اللي هو شافت او بادي او كوربس باللاتيني، كيفكم الا ثلاث اسماء، بادي شافت او كوربس، ماشي. هاي النقاط العامه نرجع لها بروكسيمالي هيد نيك تيبروسيتي، وكل واحد له اوصافه. بعدين ايش يجيني؟ يجيني البادي او الشافت، بعدين تجيني الديستال اند. الديستال اند اللي هي تكون لارج ماسيف articulated with carpal bones اللي هن من الارتكوليشن ويا من ويا السكافويد واليونيت. ما انسى هالسكافويد واليونيت، عندي سلمى ليلى تلعب بوكر تغلب تخسر كل هوان. بروكسيمال رو ديستال رو، بروكسيمال رو اول اثنين اللي هن السكافويد واليونيت. سكافويد سموه سكافويد لانه شكله زورقي، يسموه عظم العظم الزورقي بوت لايك. واليونيت هو مون لايك اللي هو شكله يكون مثل المون مثل القمر. فهذا يسوي لي articulation. طبعا الثالث اللي هو تركوترم، الثالثهن التركوترم اللي هو طبعا سموه تركوترم لانه 3 كورنرد، يعني شكل مكون من or having 3 كورنرز. فسكافويد يونيت تركوترم.
هذا لا ما يتصل مباشرة، وإنما يتصل بالويا الارتيكولار كارتليج مال الراديو كاربال جوينت. برايمرلي يعني بالأساس، بالأساس هو الكيرفد أو الكونكيف ارتيكولار سيرفيس بمنطقتين، المن هاي منطقة واحدة، هاي المن هاي للسكافويد، للسكافويد هاي المنطقة اللي لونتها المن للسكافويد اللي هي جهة منه، اللي هي جهة الستايلويد بروسس. والمنطقة الثانية هم راح ألونها اللي تكون مربعة أكثر من الثانية. شوف من الملاحظات اللي تخص، شوف أول وحدة اللي جهة الستايلويد بروسس، أجيب لي قلم رصاص، تكون تكاد تكون مثلثة، شوف تكاد تكون مثلثة، هذا الخط ما أعرفك، والرأس مال المثلث بالستايلويد بروسس، رأس المثلث بالستايلويد بروسس، بينما الثانية هاي لا تكون مربعة اللي هي منه لليونيت هاي. فهو بي تو كونكيفيتي، هذا الكاربال ارتيكولار سيرفيس تو كونكيفيتي، واحدة مثلثة رأسها الستايلويد بروسس، والثانية تكون مربعة اللي هي مكان الارتيكوليشن ويا اليونيت، هذا ثاني واحد بالنسبة للكاربال بونز. تقريبا انتهن النقاط العامة، نرجع لهن بتفصيل أكثر من بعد ما شوية نشرح بعض الحركات مال الراديوس. بعض حركات الراديوس، أكو نقطة قبل الحركات، أكو عندي الاتاتشمنت، أكو عندي الاتاتشمنت لا بأس أنه نقطة، أنا أعرف أنه الراديوس والألنا هما situated side by side، واحدة من نقاط الربط، واحدة من نقاط الربط مال الهيد والنيك ويا الألنا أكو عندي هسا، هذا أنا أمثله بهذا الواير اللي عندي، نقاط الربط اللي هو superior attachment يسموه annular ligament، annular ligament اللي هو يكون حلقي راح أخره. نقاط الاتاتشمنت الثانية اللي هي بيناتهن هنا بهاي المنطقة هو الانتر اوسيوس ممبرين، انتر اوسيوس ممبرين اللي هو ينزل لي ينزل لي للأسفل من جهة الراديوس الجهة الألنة، من الراديوس الجهة الألنة ينزل اوبليكلي للأسفل الجهة، هاي نقطة الاتاتشمنت الثانية بالإضافة إلى الليجمنتات الأخرى. هسه نجي الحركات مال الراديوس. قبل لا نجي لهذا النموذج نشوف الصورة حتى نستثنيها، شنو موجود عندي بهاي الصورة، لاحظوا هنا ذني التو كونكيفيتي اللي رسمتهم قبل شوية صفر، تذكرون قبل شوية اللي هي مناطق اتصال اللور اند مال الراديوس ويا من ويا الكاربال بون، ذني المناطق الثنين راح نشوفهم هنا بالصورة. شوف اذا تلاحظون هذا اول واحد وهذا الثاني، اول واحد اللي يكون تقريبا يكون مثلث، الراس ماله منه، الراس ماله الستايلويد بروسس، والثاني لا ما مكمله هو يكون مربع، يكون مربع يتصل ويا اليونيت، يتصل ويا اليونيت، طبعا هذا اللي يتصل ويا اليونيت منو اللي يجي بعده، يجي بعده مثلث اخر، يجي بعده مثلث آخر بالميديال سايد اللي هو مثلث آخر اللي هو هذا منطقة الارتيكوليشن with the head of with the head، يعني شوف الترتيب شنو، مثلث مربع مثلث اللي هي هاي نسميها شنو، نسميها ألنر نوتش، مثلث رأس الستايلويد بروسس، بعدين مربع لليونيت، هذا المثلث أول واحد اللي رأسه ستايلويد بروسس، هذا سكافويد، الثاني المربع لليونيت، بعدين هذا المن الثالث المثلث، مثلث مربع مثلث، مثلث مربع مثلث اللي هو للهيد أوف، هيد أوف راديوس، هيد أوف راديوس، هذا المثلث الثاني اللي نسميه شنو، العفو هيد أوف ألنا اللي هو نسميه ألنر نوتش. بالنسبة لحركات هنذني قبل لا اوصل هذا النموذج، عند الراديوس هو الارتيكوليشن مالته ويا من، طبعا الـ هاي هي التروكليا مال الهيومرس،
تقعد ويا التروكلير نوتش بهالطريقة هاي بهاي الطريقة. ثم عندي هذا الديسكويد هيد وين يصير السلايدنج مالته، يصير سلايدنج هيك حركة تصير بالضبط. يعني أنا عندي الهيد بيأكو عندي فت كابينج أو عندي إلى كونكيفيتي، هاي الكونكيفيتي اللي هي تكون سوبيرير كونكيفيتي تو ذا ديسكويد هيد. هاي وين نسوي لي ارتكوليشن؟ طبعا بها ارتكولار ديسك هاي اللي هو هيلان كارتلج ويا من ويا الكابيتلم، فتكون حركته بالضبط هيك بالحركته بالضبط هيك فلكشن اكستنشن فلكشن اكستنشن فلكشن اكستنشن، فهي تكون سلايدنج موفمنت اللي هي هاي سلايدنج موفمنت. الاتصال مالته قلنا هو ما يدخل ويا يعني مجرد سلايدنج موفمنت بس مو ارتكوليشن. الارتكوليشن الحقيقي ويا من يصير؟ الارتكوليشن الحقيقي هو الهيد ويا من ويا الراديال نوتش بانيولر ليجامنت. الفره مالته هيك تصير، الفره مالته لان هو قلنا بيفوت جوينت فهو يصير بي بيفوت، شلون حركه دائريه مثل حركه السكال ويا الفقره الاولى، ها مال الفقره الاولى بيفوت جوينت تذكروا اللي هي حركة دائرية الرأس أيضا يفترهش. طبعا هاي الحركة إذا تخلون إيديكم إذا تقدرون تسوي لها بالبيشن على أجسامكم، خلوا إيدكم بيهايند بمنطقة اللاترال إبيكوندايل. لاترال إبيكوندايل طبعا لاترال إبيكوندايل هي المنطقة اللي بيها الكابيتيلم ثم بعد الكابيتيلم يجيني الهيد، خلوها من اللاترال إبيكوندايل وللأسفل، قرصوها قرصوها قرص. بعدين شو تسوون؟ سووا pronation supination pronation supination. ايش راح تشوف؟ تحسون بالhead of the radius تشوفون تشوفوه يتحرك. سووا pronation بالضبط pronation supination راح تشوفون pronation supination راح تشوفون الhead of the radius يتحرك بالpivot joint اللي موجود بهاي الصورة هو الinterosseous membrane هذا. راديال نوتش هيد نيك راديال تيوبروسيتي اللي هي تكون قلنا دايركتد ميديالي توردز ذا ألنا. بعدين هنا البروكسيمال قلنا هنا كاتب لكم بروكسيمال راديو ألنر جوينت وهنا ديستال راديو ألنر جوينت والستايلويد بروسيس ما اعتقد يعني فتشي يتيهكم ستايلويد بروسيس اوف راديوس اللي تكون اكيد اكبر ستايلويد بروسيس اوف راديوس اللي هي تكون اكبر من الستايلد بروسيس اوف الن لانه الالن انتهى دوره، دوره الاكثر هو وين؟ بالالبو، بينما هنا هو الدور الاكثر للمراجعه سريعه مراجعه سريعه للنقاط العامه. الشكل الراس مو تنسون شكل الراس يكون ديسكويد هيد النيك هيد نيك تيوبروسيتي. بعدين يجيني الشافت من بعد الشافت اكثر عندي اكثر بوردر يمكن اقدر اشوفها البوردر اللي هي تكون ميديال بوردر اللي هي او نسميها انتر اوسيوس بوردر اللي هي تكون بجهة من بجهة الالنر نوتش. هاي البوردر اللي تكون حادة very sharp بينما البقية لا يكونون اقل شاربنس. ايضا عندي دورسالي طبعا ايضا اقدر اشيك السطوح مال الالنا بشكل عام. هذا السطح اللي هو اسميه الفنترال سيرفيس وهذا السطح اللي هو الدورسال سيرفيس. الدورسال سيرفيس مال الراديوس تعرفون هي ماسف، الراديوس ماسف تكون بالريست بالكاربس، فهذا العرض مالتها والكبر مالتها يخليها عبارة عن مطار أو سطح لمرور أغلب الإكستنسر تندن فيأثرن يسوون لشنو جروفات اللي هي الإكستنسر ديجيتورام الكاربيلونغس والبريفيس وهكذا البقية. هاي عندي أيضا أكثر وحدة بارزة بيهن اللي هي الدورزل تيوبركل. دورزل تيوبركل طبعا ممكن واحد يتحسسها بمنطقة الريست دورزلي أو بالإكسترنال سيرفس. نعيد بالنسبة للنموذج هذا، تلاحظون هذا هو هذا الفنترال سيرفس، هاي عندي هنا التيوبروسيتي النيك الهيد مكان الانيولر ليجامنت، هنا عندي الستايلويد بروسيس، اذا اقلبها عندي دورزال تيوبركل وجروف فور اكستنسر ماسلز،
أكو عندي بعد فت قضية هاي نستثنيها اللي هي نسميها oblique lines. oblique lines من المستحيلات أنه على ذن النماذج الـ 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 يعني هن جزئيا نقدر نقول موجودات. طبعا هن يمتدن من الراديال تيبروستي أو تيبروستي of the radius، واحد من عدهن للأمام واحد من عدهن من الخلف، ذني هن مناطق attachment لعضلات الفور آرم. بن على ذكر الاتاتشمنت، طبعا الراديوس والألنا هو أغلب الأحيان ينطيني الراديوس والألنا ثنائي يستلمن إنسيرشن مال العضلات، هو قلة يعني الراديوس تكون قلة هو الأوريجين أكثر شيء، الاتاتشمنت أو الديستال اتاتشمنت العفو بالنسبة للمسلز أو الفور آرم. التيبروسيتي كسيطرة ما بين أو كنقطة استدلال ما بين الشافت والبروكسيمال اند اللي بيها الثلاثي الهيد والنيك والتيبروسيتي. أعتقد هاي هي أغلب النقاط اللي موجودة بالنسبة للراديوس، لأني مو تنسوهن بالنسبة لل ذني اللي هن الكونكيفيتيز. عندي ثلاثة، واحدة بالارتيكولار كاربال سيرفيس، وواحدة تكون بالميديال اللي هي جهة الألنا اللي نسميها راديال، مثلث مربع مثلث. انتهى الفيديو.